يختم إيه سبحوه، يختم إيه سبحوه، يعني لينتهي صراخي، فلأنهي صراخي، فلأنهي تضرعي، ممكن كل ده. طيب ادي الاي وادي الخاء، يخا معناها فل، الفه فلينتهي مثلا، الفه فلينتهي، اذا لينتهي، فبتدي المعنى ده معنى معنوي طبعا. بعدين تم يعني ينهي، ادي ته والميم، وادي الميم مكمل صوتي، تم يعني فلانهي ايه انا، فلانهي انا، فابطل بقى، معناها كده ابطل بقى. بعدين ادي السين وادي الب والحاء، ودي علامة حو مش كده، يبقى سبحو، سبحو يعني صراخ تضرع، ممكن نقارنها بتسبيح مش كده، يبقى بنشد لربنا وبطلب منه ان انا ايه يا رب الحقني، يعني بصرخ له يعني، فلينتهي صراخي، وهو السبحو ده اللي هو الصراخ ده او التضرع ده من المشاعر، فحطيت له مخصص ايه مشاعر، هو بيسبح او بيصرخ بيتضرع الى الله ببقه بايده ببقه يعني بيتكلم، فمشاعر إيخ تم إيه سبحو، فلأنهي أنا التسبيح، فلأنهي أنا التضرع، فلأنهي أنا، فلأنتهي أنا من الصراخ، لو مش هتسمع لي مثلا، أو لو وات ايفر يعني السياق ما أعرفش إيه، بس أيا كان إيخ تم إيه سبحو، يعني فلينتهي صراخي، فلأتوقف عن التضرع. إيخ تم إيه سبحو، إيم تم إيه سبحو.